السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أدعمونا بالشير، البلاغات كمية، البلاغات كمية، أدعمونا بالشير بالملصقات. أول حاجة نطمنكم، جماعة شير شير يا جماعة، ملصقات شير، شير ملصقات، شير ملصقات، لأنه في بلاغات كمية أمس ما قدرت طلعتها. دون الشير دون الملصقات عشان نقدر نطلع بعدين، عشان نقدر نطلع كده. الله يديكم الصحة والعافية. طبعا يا جماعة الشغل ماشي ما يتأخر ولا في أي حاجة، ماشي بالعكس، ماشي زيادة، ماشي زيادة، متحركات متحركة من اتجاهات مختلفة. دخلت كرر أمس كمية كبيرة من التاتشرات تابعة للجيش، جيش جيش جيش، كمية متحرك كبير جدا 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 جدا. أمس جت تاني زيادة الخير، جو من برا، ده ما من وارد، جو من برا دخل كرري. متحركات اتحركت على مدني لعندها أول لعندها آخر، حقيقة متحركات أمس زيادة للمتحركات المحاصرة مدني والجوة مدني. أمس متحرك كبير جدا 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 جدا، لا بتشوف أوله ولا بتشوف آخره. تدريب عالي، تخرجوا قريب من جبيت كمية كبيرة، سعرانين سعر عديل، سعر كمية كبيرة. أمس الناس شفقانة، هاي في ناس بيقول لك الغرب بتاعنا يا جماعة، احنا كلنا والله عارفين، وكل الناس هناك، أهل هناك، الناس أهل هناك، لكن الشغلة ما بيشتغلوا سطر وفوتوا سطر. لازم الكتابة تكون منظمة وإلا حتخرب الورقة كلها. في شغل، في شغل، الجيش ماشي متقدم، لكن مستحيل مستحيل يطلب 600 غرية، يطلب لغرية واحدة ويخلي ظهر. الجيش ماشي الآن متقدم بمشط، التأشيرات بدمر في الآلات العسكرية حقتهم، أي أي عربية، أي موتر، أي بيدوسوا. طيران شغال 24 ساعة في كل مكان في السودان. كلمتكم القمر الصناعي، عندنا قمر صناعي يا جماعة. في الاول ماله انا ما بعرف، لكن الان شغال فول 14. النمله لو اتحركت في اي مكان في السودان مرصوده. الكلام ده منتهي تاني، انا بقول لك كلام، بقول لك حاجات حقيقيه، ما بقول لك اونسك ولا بجي عشان اطلع اونس، بقول لك الحقيقه. الان السودان كله شايفينه، وقسما بالله العظيم بقت احداثيات ذاتها بتترفع، بيكونوا عارفيننا براون، ولا في زول بيقول لهم والله في ولا ما في، شايفين بعينه، شوف العين، السودان ده شاشه قدام عينهم. كذاب اللي بيقول لك ما شايفيننا، شايفيننا غريه الفلان، شايفيننا غريه الفلان، شايفيننا غريه الهنا، شايفيننا الجنجويد، وين شايفين، عارفين. دي حقيقه، دي تخطها قدامك ثابته. الجيش متقدم، الجيش متقدم. الشبكات دي يا جماعه بترجع، مع حترجع، لكن رب ضارة نافعة لخير. اي بقينا ما عارفين الاخبار بقينا، لكن طالما في مصلحة الجيش وفي مصلحة انا ما لحد ما ترجع بترجع، لانه مستحيل الجيش لو حاجة بتجيب لي خير وبتجيب للشعب بتاخر عنا الايامات دي بالذات، لا احتمال لحاجة ما. جماعة نحن عندنا متحركات جغمت كاملة، عندنا متحركات بلغت هي العملاء راكدين في كل شارع، في كل وسخ. الجيش ده كان بيطلع من شارع لشارع بيبلغوا فيه. شفنا التسجيل بتاع لما ياسر العطا جه مستيفى النو، شفنا القوادة العاهرة طلعت اتكلمت وجا به هنا وطلع به هنا ومشى به هنا، وساكنين في الحتة الفلانية كمان. الكلام ده انت هاي ما الناس كلها عارفين، الغرى والمدن والكلام ده خلاص، الحصل حصل والبيقى بيقى. دفعنا ثمن، الناس بتستشهد، الناس بتموت، لكن ما مشكلة لو نموت نص الشعب السوداني، لكن الوطن يحيا.
دي الناس تقتنع بيها. لو الشعب السوداني نصه نموت، ثلاثة أربعة نموت، الوطن إحيا، إحنا جاهزين. أنت ما براك من الجزيرة، كلنا عندنا أهل في الجزيرة. الجزيرة دي ما حقت أبوك، حقتنا كلنا، وكلنا ناسنا هناك، وغلطوا وكلمناهم وقلنا لهم غلطوا وقعدتوا اتفرجتوا. لما بننصح فيكم عدينا شراب لبن وعدينا ترع وعدينا هناي وكلام فاضي. الان واي واي الحقوا 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 الحقوا. ما خلاص اصبروا 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 اهدوا. الان بقوت الليله ما فيها ولا جنجويد. اتجاه الربيع بقوت المناطق دي ما فيها، مشوا براه وملصوا مشوا. ملصوا مشوا. لكن في اشاعات، في غرف بتاعت اشاعات، اصبر. في غرف للاشاعات عشان يبوظوا لك اعصابك، عشان اخلوك ما جانا وقالوا مش مناقل والجيش بتاع المناقل قال ليهم كذب 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 كذابين. اي بتاع غريه يقول لك انا من الغريه اقول لك انت كذاب. قسما بالله العظيم قوات خاصه دخلت مناطق واحنا عارفينها، ولو دار تتاكد ازال ودل بليله. قول له نجاكم منه، احنا عارفين، لكن انت ما عارف، انت اطرش، احنا نعمل لك شنو؟ انت اوعى. الجيش شايف ومنتشر، قوات خاصه فيه، عمل خاص فيه، استخبارات فيه، كله قاعد جاي جاي. الجيش ماشي لقدام، طيران شغال. امس بالليل الطيران في الضعين، جوا الضعين نفخ ولفح. فحر قال لك المدنيين، مدنيين منو؟ ضارب بيت مليان مسيرات، مليان ذخيرة، مليان جنجويد قدام المستشفى الاماراتي. الكلام ده احنا بنعلم به. انا كنت سايق الطيارة، لكن دي الناس الضعين ذاتهم كلمونا، ناس الضعين ذاتهم جوا كلمونا. ناس الضعين شايفين هدول قدامهم، ده بيت بتاع ذخيرة، وجاي نزلوا بالزيتواي ونزلوا فيه وفيه كده، خلوه لما يترموا وتردموا جغمون. ضرب السوق الشعبي، فيه كمية كبيرة بتاع الجنجويد، كانوا ماشيين مسافرين دارين يتسللوا. الجيش ما بيضرب صاير، الجيش شايف بعينه بيضرب. دي احداثيات دقيقة جدا جدا. طيارة ما بتشاف، بس بيشوفوا البراميل. واي واي ما تكون بتتكوركوا يا ضعين، في شنو؟ واي واي ما فاكين علينا اولادكم بهنا. واي واي ما بتحل لكم. الروب الروب ما بتحل لكم. الصرخ ما بحل لكم، اسمعوا الكلام ما بحل لكم. انتوا بالنسبة لنا جنجويد. امس المخزن بتاع السلاح شفنا النيران دي كلها، النيران دي كلها من مخزن بتاع السلاح. الجيش عنده معلومة وبيشوف ومتابع وبالدقيقة وبيشوف، بجيب اللقطة بتاعت عين كده يحضر، هاي نزلوا هذول الباب ده نزلوا، وشايف هذول شايفينها يعني، ما حاجة بيكذبوا فيها وبيطلعوا ويقول لك لا لا ما في، لا لا في في في. الجيش ما بيضرب ساي، لو ما شاف بعينه ما بيضرب، حتى لو معلومة جاية ما بيضرب إلا يشوف بعينه. والآن بقى ما في معلومة، بقى يشوف العين بس بالقمر الصناعي. الآن شوف عين ساي، بس شوف عين متابع كده، هذه العاي مشوا خلون هنا، لا لا ما تضربون هنا. يا جماعة نزلنا لكم الفيديوهات، بنزلوها هون ذاتهم، بوروك كيف الطريقه بيضربوا كيف. هذيل شايفين انهم يتلموا، خلوني يتلموا، يلا يلا ادون واحده، يقوم يدون واحده. الشغل ده يا جماعه ده متطور، ده شغل شوف العين، شاشات شغاله، متعه متعه. ده ما فيه غلط وما فيه اباده ولا فيه كذب وطلص، فيه بل وجغم وصراخ فوج اقلبة. هاي دي الحقيقة، عشان ما يطلعوا
يقولوا انا اسم قحاطه بينا طالعين والضعين والضعين وبعد لا تتبلوا يا حاضنة الجنجويد، والله تتبلوا. واحنا دايرين الدكتور اطلع واتبجح وقال والله نحن ماسكين المرفعين، فك المرفعين وفك ابو ام المرفعين وفك جد المرفعين وطز فيك وفي المرفعين، في شنو تاني؟ كذب وطلس ونفاق، والله نبيتكم على بكرة أبيكم، نبيتكم على بكرة، لأنكم ناس عنصريين، ناس وسخ، ناس لمامة، ناس ما عندكم حاجة، ناس تافهة. فماسكين المرفعين، مرفعين وين؟ اللي عملتوه فينا ده هين؟ اللي عملتوه فينا هين وقلة أدب جابت لها كمان قلة أدب وتهديد وتريقة؟ جابت لها عنصرية؟ جابت لها وسخ؟ أبقوا قدروا الكلام ده، أبقوا قدروا، أي أبقوا قدروا. ماسكين المرفعين، مرفعين ياتوا يا أخ بدر تطلعوا تتكلموا وتدينوا أهلكم وتدينوا ناسكم، تطلعوا تهددوا الشعب السوداني ونحن وهنعمل، والله ما تسووا حاجة، والله كذابين ومنافقين ومرجال، وطوص فيكم وطوص في البعارفكم، والله كذابين، والله تترقبوا صباح وظهر، والله تترقبوا بالليل، والله ما نخليكم، قسما بالله العظيم ما نخليكم. والكلام اللي قلته ده والله يطر شكله، وما بيطر شكل زول، بطر شكل انا، انت عارفني انا ده بطر شكلي، لانك انت هددتنا، قلت لنا نحن بنعمل وبنسوي وبقيت قبائل، والكلام ده كونه يطلع منك انت، والله العظيم ده اصله ما مستغرب، اصله ما مستغرب، نهاية ما مستغرب. العنصرية كونه تطلع منكم انتوا، انتوا مأهلة، انتوا المكمن بتاع العنصرية في السودان، انتوا الجامعة تحت العنصرية، انتوا التعليم العالي بتاع العنصرية، انتوا الحواضن بتاعت العنصرية، انتوا شهادة الميلاد حقت العنصرية. يعني ما غريبة، ما مستغربينها، لأن احنا قلنا زمانك عالمكم جاهل، عالمكم والله جاهل، ودي الحقيقة، دي الحقيقة. عشان كده أمس الضعين الساعة بين 11 و11 ونص كان حكاية بطالة، كان حكاية بطالة، بطالة جدا يا جماعة. الناس ديل أنا حكيت لكم القصة، الناس ديل مشوا النظار بتاعينهم، مشوا ليه؟ مو سهلان يا موسى هلال يا اخي، نغزنا يا موسى هلال يا اخي، احنا كده قال لهم داير 2 تريليون، وداير بعد ما انا العربات هناك في الخرطوم والفي وين ومدني كلها دي كلها بستلمها انا، اجيب لكم اولادكم. الجماعه دي راسهم سخن، والله العظيم قال لهم هذا الكلام موسى هلال، قال لهم انا العربات دي بستلمها انا كلها، كلها حقتي، تدفع 2 تريليون والعربات دي كلها حقتي، اسلمكم اولادكم. الناس دي رجعوا وشونين على قفاهم، الناس دي الان والله العظيم لا حول لهم ولا قوه، لا حول لهم ولا قوه، ما عندهم اي حاجه. الناس دي احتاروا، الان احتاروا خلاص، عسكريه فشلوا، عسكريا انا اقول لك والله العظيم فشلوا. الحاصل شنو الان؟ الان دايرين يتموها سياسه، كيف؟ عملاء جابوهم في الامارات، يا هو تابعين للقحاطه، تواصلوا مع الناس هنا في مصر، احزاب مصر، قال لهم تعملوا لنا شغل بتاع الصلح، مؤتمر ومدفوع الغيمه، تكاليف كل حاجه نبذ لكم. المؤتمر الان بدا يشتغل واجتمع وعمل بين الأحزاب السودانية والأحزاب المصرية، الآن بدأوا يشتغلوا خلاص المعركة، ومسيطرين 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 ومسيطرين، خلصت الآن قصة مسيطرين مسيطرين، انتهت.
الآن مشوا دارين يتموها سياسة، غلبتهم، مشوا مصر شافوا الأحزاب بتاعت مصر، حزب الدستور، حزب شنو، قالوا نعمل شنو، نحاول نوقف الحرب ونجمع أكبر حاضنة من الجيل، أكبر حاضنة دارين يغروا الإسلاميين والمؤتمر، حتى المؤتمر الوطني ما عندهم مع مشكلة حيجيبوا. لكن احنا قصتنا لا مؤتمر وطني، لا مؤتمر شعبي، لا قصتنا، احنا قصتنا احزاب كامله بمؤتمره بوطنه بكل كله 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 جوا. احنا لا دارين احزاب، ولا في احزاب بيمثلوا الشعب السوداني عشان يمشوا يتكلموا في مؤتمر باسمنا. ولا في دوله بتفرض علينا. ولا في زول كان من كان في الارض دي، الله خلقه عنده والشبر بيجي يملى علينا يقول لنا سووا سووا. احنا اسياد بلد نقعد نقوم على كيفنا وطز في ميتين ام اي زول، دي الحقيقه الناس تفهمها وتعرفها، طز في ميتين ام اي زول، عشان ما في زول يمشي يقول انا بتكلم باسم الشعب السوداني، ولا في زول يتكلم باسمنا، ولا في زول ممكن يجي يهددنا، وطز في اي زول بيهددنا. احنا لا بنعرف العنصريه ولا عندنا علاقه بالقبليه، نحن سودانيين، جنسيتي سوداني، قبيلتي السودان. اي زول بيتكلم عنصريه ده ما عنده مكان في السودان، يكون عارف وفاهم آية السودان حقنا. بندق لك احنا الخروج وبندخلك نحنا. بتتكلم عنصريه وما بتعتب السودان وبتسحب منك الجواز السوداني. رجاله ما في لف ودوران، كل زول جاي يهدد. والشمال بنقول لكم امشوا، وامشوا وين الشمال؟ الشمال ما بيطلعوا، هذول قاعدين في بيوتهم. قاعدين ما بيطلعوا، سرقوا واتنهبوا وقاعدين في بيوتهم، ما قاموا طشوا مشوا اوروبا. ولا شردوا. قاعدين هذيلك. قاعدين والله حارسين بلدهم. ومنتظرين الجنجويد ومنتظرين القبائل الجايه تقتل. ولا فيهم زول بيطلع ولا في زول بيمشي. دي الحقيقة، عشان الناس يا جماعة في ناس قدر ما تقول الناس زي احتمال اليوم اللي تكلموا فيه عن العنصرية غلط، الناس زي ما لكن بتيجي تلقاهم عنصريين. وأسوأ حاجة أنك تكون عنصري، تكون أي حاجة. لكن العنصرية دي عمرها ما تقدم. العنصرية بتهدم. ما تقنعني أنك أنت وطني وعنصري، ما مستحيل. ما تقنعني جيش واحد وعنصري، مستحيل. إما جيش واحد إما عنصري، لأنه الجيش بيلم كل السودان، جميع القبائل في جيش واحد، ما في عنصري جيش، ما في عنصري جيش واحد، ما في. أنا اللي بوزع الصك الوطنية وعندي هدو قاعد في الدولاب، الضاير صك وطنية بدله والما دار كده. ما في عنصري جيش واحد شعب واحد، ما تقنعني عنصري جيش واحد شعب واحد، ما في، ما في. لما نتكلم بنتكلم وطن، لما ننتقد ننتقد وطن. كل الناس كل الناس ما في زول ما قاعد ينتقدوا. برهان دقينا، كباشي دقينا، العطزات واللسع دقينا، ما عندنا زول كبير ولا عندنا زول خالقنا ولا في زول خالق فينا حاجه. طالما انت ما عندك حاجه وما مقدم حاجه للوطن وما بتفيد الوطن بحاجه بندقك، وطالما انت خاين وعميل بندقك. لا بنعرف قبيلتك ولا عندنا علاقه بقبيلتك ولا عندنا دعوه في قبيلتك. لما ندقك انت ما عندنا علاقه بالقبيله، لانه القبيله ما عينتك، انت تابع للسودان. السودان ما بعينك بقبيلتك، بعينك بكفاءتك. بتخش الكليه الحربيه بكفاءتك، كفاءتك كده دخلت الكليه الحربيه. عشان كده ما تيجي تقنعونا يا جماعة وطني وعنصري، دي ما في. أي عنصري ده ما وطني، أي عنصري ده ما وطني. العنصرية يا هل بتحرق الأمم، العنصرية أخطر من الحرب دي. الحرب الشايفة دي هاي بتقيف وانتصرنا، لكن العنصرية عمرها ما تقيف، عمرها ما تقيف العنصرية. عشان كده الناس ما تحاول تنشر العنصرية، ولا تشاهد المقاطع العنصرية، ولا تحضر الناس العنصرية، وتبعد من أي مصطلحات عنصرية. إحنا لما ننتقد بننتقد أفعال، بننتقد شخصيات لأنها ما قدمت للوطن حاجة، بننتقد زول حرق علم الوطن،
بننتقد زول ما عنده مؤهل يقعدوا فوق، بننتقد زول عميل للامارات، بننتقد زول دمر وزارة المالية، بننتقد زول ما عنده قرار إداري، ما بننتقد قبيلة. علاقة القبيلة بالتأهيل شنو؟ علاقة القبيلة بالجهل شنو؟ علاقة القبيلة بالأفكار شنو؟ ما في أفكار هنا. عشان كده الناس ما تقعد تجيك بنقطة الضعف. هو لا لا، كلامنا واضح ولف دوران ما بينفع. بننتقد مالك عقار فاشل، البرهان ما عنده اي قرار سيادي الان في الدوله السودانيه، كباشي كان داري يبيع البلد، ودي حقائق، دي حقائق. الثلاثه ديل لا بتجمعهم سما لا ارض قبيله، كل زول قبيلته ثانيه. احنا ما بننتقد قبيله، بننتقد اشخاص. دي دولتنا السودانيه، داير زولك ده ما ينتقده سوق عينه ماك عندك في قبيلتك وخليه معك، احنا ما بيلزمنا، ما بننتقده. لو جينا انتقدناكم هناك بعد ما تسوقوا قولوا احنا كذابين. لكن ما تتكلموا قبيله وتتنفسوا قبيله. مالك عقار خصم على الدوله السودانيه، جبريل خصم على الدوله السودانيه لانه ما مؤهلين، لانه جايين بتاتشر. مناوي خصم على الدوله السودانيه تاتشر، ما كفاءه. شفناه سنتين وستة شهور حاكم اقليم دارفور، عمل شنو لدارفور؟ سوى شنو لدارفور؟ هل جاب نازحين؟ هل اولوياته كان يدخل النازحين واللاجئين الفيتشات 3,200,000؟ هل وقف من بدايه الحرب عديل قال كده وقال كده وقال ناس دارفور دي وكده وما لو في نياله ومزول من نياله ومزول من الجنين ومزول من كل دارفور؟ هل وقف؟ ما وقف. كان بيقول شنو؟ مره مع دول ومره مع دول. ده زول حاكم بتاع اقليم، اقليم حاكم باعتباره حكومه سودانيه من ضمن ال 18 ولاية حاكم، وده جمعوا له أربع ولايات في حتة واحدة، الدولة بقى حاكم بتاعهم. يعني ده حاكم ربع السودان، ربع السودان. ده يجي الآن يجي يتكلم باسمنا ويجي ما ننتقده وتقول لي ده ممكن يقدم؟ والله ده طوبة ما يقدمها، والله ده نهايته يشيل قريشاته ويشيل حاجاته ويشرد. لو بالغ بيشيل حاجاته وقريشاته بشروط، بيمشي يعمل نفسه مناضل. مالك عقار شنو خليه يكون نايب؟ اديني تاهيل وقول لي والله الزول ده مؤهل. شنو اللي بيخليه يكون هنا؟ ما عنده تاهيل يا جماعه. معلش احنا لما الحرب دي قامت ليه؟ عشان الغلط. الغلط شنو كان؟ حميدتي نايب ورفعوه فوق وقدر عمل وبنى نفسه. من شنو؟ من الدولة السودانية. الآن أجي أعيد نفس المشكلة وأجيب نفس المشكلة بواحد تاني الآن بالديني؟ ما يوم من الأيام حميدتي ده كان زي مالك عقار، حاضر نعم، كان مطيع كده نفس اللي طاعة دي، وبيرسلوه بيترسلوا بيجيبوه بيجاب وبقول الكلام اللي بيقنع الحكومة، كان عادي وكان بيدافع عن الجيش وكان بيقول الجيش ده خط أحمر. ما شي طبيعي تجيني تقول ليه الآن ده ما هو بيقول كده؟ ما ده كان بيقول نفس الشيء، ما ده كان بيقول نفس الشيء وكان بيكذب نفس الكذب وكان عامل نفسه وطني ونفسه نفس 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 البرنامج. ما دي حقائق. لو ما عالجنا مشكلتنا وشفنا جزء المشكله اللي قامت كده وخلت الناس دي يكبر شنو؟ ما الوضع الغلط، الخلل اللي كان حاصل، الخلل الفوق اللي كان حاصل. الدوله كانت براسين، الدوله كانت بقرارين، الدوله كان فيها اثنين، اي حاجه اثنين 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 اثنين. لو ما مضى الاول الثاني ما بيمضى، ولو مضى الاول الثاني بيمضى. الدوله كانت ماشيه كده. لما تجينا انت تقنعنا بس مالك عقار ونحن حنجيب شنو انتوا؟ الدمازين والرصيرص والرزق دي ما تابع لمالك عقار ولا حقت مالك عقار. مالك عقار عنده خمسه انفار معه. دي الحقائق عشان الناس ما تقعد تطلع لنا في راسنا وتكذب واستضافوا لنا في المنصات ويعملوا لنا في سود، والواحد قاعد برا مشتح برا ويقول لك الوطنيه ونحن ما تعموا كذابين. 40 سنه مالك عقار ده ما قدر عمل لي حاجه في الوطن الا حرق العلم السوداني. عملت شنو؟ لو ما الاتفاق بتاع السلام ده بتجوا السودان؟ والله اليوم دي ما اشوفوا السودان، الرجاله ما بتجوا. عشان كده احنا ما دارين لما ننتقد فوق
الناس يكونوا مدافعين عن الغلط، ما تدافع لانه بنرشوا زياده، قدر ما انت تدافع نحن بنجغمه، قدر ما انت تدافع نحن بنبله، لانه الوطن ده ما قبيله، الوطن ده حقنا كلنا، دارين زول فوقي بس إن كلنا مناسب، عنده ده ما عنده، ده ما عنده، دي الدولة دي حقتنا 48 مليون نتحكم بيدي ليه؟ 48 مليون وزارة المالية ما قادرة، ما قادر، الشعب السوداني بيعاني الأمرين، قسم بالله العظيم شركة شركة ماسك المخالصات بتاعت وزارة المالية، شركة ما عندها علاقة بوزارة المالية نهائي، ما عندها علاقة بوزارة المالية لا من قريب ولا ماسك أي عربية أي برادة جاي من برة تدفعها 200 ريال بتخلص، شركة ما عندها علاقة بالحكومة السودانية ولا الإيصال حقها تابع للسودان، ده شغل، ده شنو؟ ده شغل بتاع فوضى، ده شغل بتاع حرمنة وسرقة ونهب، شغل بتاع سواقط، ودي الحقيقة. أتحداكم هذيك سواقين شوفوا البرادات اللي بيخلص منه، شوفوا اللي بيخلص منه، بتخلص شركة ما عندها علاقة بالحكومة السودانية والإيصال لوزارة المالية، ما عنده علاقة بوزارة المالية، بمش وين؟ بمش للحرامية، دي الحقيقة. احنا نخلي لنا خونة عشان انت وتقول والله توصيك ونبلك انت ونبل ابوك ذاته، خليه جبريل، نبلك انت ونبل جبريل ونبل انجاب جبريل ذاته معه، ده وطن اكبر منك انت واكبر من قبيلتك واكبر من جبريل، نخلي الفساد ده كله ونقعد نقول والله بيزعلوا، طرشقوا وتصفيكوا وتصفي علمكم ذاته، هالوطن هناك عبارة عن حرامية قبضوا خلايا أي حاجة فيه، قلت لك لو داير الموت بيدخلوا ليه تدفع، حرامية وزارة المالية شلليات حرامية، الناس غنت مشوا في زمن الحرب مشوا عرسوا لأولادهم الذهب بالشنطة، والشعب السوداني ما لاقي العيشة قروط ما لاقي، وتجي واحد يزعل يقول لك الناس ديل بيهاجمك انت وهاجم قبيلتك، ولو انت دار تتكلم اسم القبيلة والله يركبيك انت وقبيلتك، لأنه احنا ما عندنا قبيلة، جبريل ده دارين نوشي يعمل التمثال عندكم هناك، ما لازمنا، زول فاشل زول ما عنده حاجة يقدمها للوطن غير دمر ما عمل حاجة، احنا بنشوف كده، ده وطننا احنا، عشان كده ما دارين مدن يطلع فوق الا باختيارنا نحن، دارين جيش، الجيش ده دايرينه ليه؟ عشان نكفي الباب الانتهازية والأونطجية، كل زول خدت بس تهابش لزول ويطلع لك بالسلاح العنصرية، لا لا ما في، احنا 520 قبيلة، قبيلتك دي ذرة في المية توصيك وفيها بنبلو بنبلو، قاعد فوق ما بنعرف لقبيلة ولا بنعرف اللي بنعرف حاجة، ده سوداني وقاعد فوق في مكان ما حقه، المقعد هنا شنو بنعرف هنا ده كده، لكن ما بنعرفه دوت منه قبيلته شنو، الكلام ده واضح، قبيلته شنو ما بنعرفها، ده سوداني سوداني قاعد فوق ليش شنو؟ قاعد فوق ليه كده؟ عنده حاجة ما عنده حاجة. في فساد، في فساد في الدولة، ولسه أنا حجيب لك عشان أنت الناس بتقول بنتكلم، أنا بخدت لك بالدليل، بنزل لك بالدليل وأنت شوف بعينك. أنا بديك بالدليل وأنت شوف بعينك. بس اصبر يوم يومين أنا بنزل لك وأنت شوف بعينك. عشان الناس تقول إنه الفساد ده، الفساد ده راقد فوق. الآن في انتهازية، الفترة اللي فاتت دي غنوا عملوا مليارات المليارات، ناس والله متمنية الحرب دي ما تقف ليوم القيامة، قسم بالله العظيم في ناس متمنين ما تقف ليوم الدين،
الحرب دي تستمر، لانه الان هو ده الوقت السارق فيه تمام وعايش فيه ويتنقنق فيه. وقت تاني زي ده والله ما يلقى ليوم الدين. بلد سايبه، بلد مفكه، بلد ما في اي حاجه، بلد ما فيها محاسبة، بلد ما فيها عدالة، بلد ما فيها قانون، النيابة نائمة، القضاء نائم، الكل نائم، كل نائم، شغالين سرقة، الانتهازي في انتهازيته والحرامي في حرمنته، وزارة المالية عبارة عن أسر. أسر عديد بالاسم، شركات بأسر، أسر، أسر. احنا دارين وطن ولا دارين نخرم؟ ده احنا دفعنا ثمن، الثمن ده انا ما دفعته عشان وطني ثاني تهدى، عشان صعلوق يجي دافع. يعني نتحكم بالكفاءة الوطنية اللي احنا بنختارها بعد 100 سنة والحكم عسكر. جبريل لا عسكري، لا عقار عسكري، لا مناوي عساكر، لو عساكر كنا لقيناهم في الميدان. دي الناس بدل وناس مكاتب وناس مكيفات وناس سندوتشات. الكلام ده واضح. احنا عنصرية ما عندنا، بنتكلم وطن. الدار دافع عن شخص، احنا ما بنتكلم في سوقه معاك ونودوه هناك، لو اتكلمنا فيه تعالوا اقطعوا لساننا. لكن احنا طالما قاعد في منصب بيمثل الدولة السودانية معناته ده شان عام، ما عنده علاقة بالقبيلة. في فرق بين الشان الداخلي للقبيلة حقتكم، لو جينا دقينا لكم المك حقكم هناك قولوا احنا كعبين عنصريين. لكن طالما ماسك منصب عام يبقى ده ملك العام. احنا ده ملكنا. يتعين في وظيفه بتمسنا نحن الدوله السودانيه. ده ما اتعين في وظيفه قبليه. ولا دقينا لانه عمده ولا لانه حق، لا دقينا لانه هو موظف عام. موظف عام طالما قبل انه يكون موظف عام في الدوله ايش بعبل؟ ايش بعبل؟ دي الحقيقه. الدولة الآن في ناس بيحاربوا جيش في الأرض وبيقدموا أرواحهم وبيستشهدوا، وفي ناس قاعدة تسرق، وفي ناس قاعدة تكبر في ثروتها وتكبر في عرباتها وتكبر في تاتشيراتها، وفي ناس قاعدة تنهب. وكان الحرب دي كان لهم مرات ما تقيف لهم الدين، أجلوا فيها كده ما تقيف. اللي بوقفها شنو؟ هو زول ما شاء الله عداده رامي، اشترى نص الخرطوم، شقق الخرطوم، اشترى عمارات في مصر. دائرة الحرب تقيف ليه؟ دائرة تقيف ليه؟ عشان كده نحن واعيين. الخطابات اللي بتطلع من هنا والتهديد اللي بيهددون الشعب السوداني، احنا ما فكنا لكم المرفعين، والمرفعين لو جاب ياكل بتوص في المرفعين وتوص فيك انت ذاتك، وتعال انت مع المرفعين بيضنينك. اها خلاصتها تعال انت والمرفعين حقك. الان احنا بنقول لكم بل يوم الدين يا وطن يا وطن. ثاني ما في لف ودوران وما في باركوه وما في بل 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 ليوم الدين بل. تعرفوا البل؟ والله بل يوم الدين. فكوا مرفعين، تفكوا اسد، تجيبوا الناي، والله نقرطكم كلكم على بكرة ابيكم. والله ما نخلي فيكم نفاخ النار. الجيش السوداني الان 4 مليون. 4 مليون من مقاومة شعبية مسلحة لجيش 4 مليون. عارف 4 مليون يعني شنو؟ يعني نركب من هنا لجوهانسبرج. يعني من الخرطوم لجوهانسبرغ نركب. والله نعدمكم نفاخ النار، قسم بالله العظيم نعدمكم نفاخ النار. عشان تكونوا عارفين، عشان الفصاحه وطولة اللسان واستفزاز الشعب السوداني وكل زول دار يعمل فيها. لا لا، ما في زول اكبر من القانون، ولا في زول اكبر من الوطن، ولا في زول بيهدد الشعب السوداني. في كل مرفعين تجيبوا المرفعين، ما عندنا دعوة، دي حرب. طالما انتوا غلطتوا تدفعوا الثمن، طالما انتوا افتريتوا تدفعوا الثمن، طالما انتوا سرقتوا واختصبتوا تدفعوا الثمن، طالما انتوا نهبتوا تدفعوا الثمن، طالما انتوا افتريتوا تدفعوا الثمن. بلاش قلة أدب فاضية، تدفعوا الثمن. ده الثمن بتاعكم كبر الراس، ده الثمن بتاع انكم افتريتوا وشفتوا نفسكم اعلى من الناس. ده الثمن، تدفعوا الثمن الان قصبا عنكم. تدفعوا الثمن، تدفعوا كده كاش ولا بشيء، كاش تدفعوا فوري. شفتوا حاجه بس تسكتوا تمسكوا لساكم ده تمسكوا، لانه يوم من الايام والله تيجي تحتزروا، واقسم بالله تيجي تحتزروا وتتبكوا.
لأن الوطن جاء الجيش انتصر انتهى. الأخير ده نظافة بتاعت شغل. أم درمان دي كانت محاصرة بطريقة الشيطان ما كان يقطعها. الناس دي الغناصين في أي عمارة تلقى لك 30-40 غناص بأحدث البنادق بتحت الغنص، مسافة 3 كيلو 4 كيلو، وفيها الحرارية وفيها التتبع وفيها كل حاجة. الجيش ما بيع ولا كان عنده حاجة. والله الجيش الكلاش ده ويسخن لما نصل الساتة تقع في الواطة جنبه. ما كان عنده حاجة الجيش. انتصر على الناس دي. انتصر عليهم بشنو؟ انتصر عليهم بالوطنية. انتصر عليهم بالشعب السوداني. بالحاضنة، الحاضنة دي للجيش ما لقبيلة. لا شوايق براون ولا جعلين براون ولا بيجا براون ولا بن عامر براون ولا مغاربة براون ولا محس براون ولا فور براون، كل الشعب السوداني الآن قبيلة واحدة. الجيش ده عبارة عن السودان كله من كل الأجناس فيه، من جبال النوبة شيل، من الشرق شيل، من الشمال شيل، من الغرب شيل، كله. بابا نوسى خير دليل، الدار يعرف التنوع بتاع القوات. امشي بابا نوسى وشوف الجيش عمل شنو هناك، والجيش فوق منو؟ الجيش فوق السودان كله هناك. قدروا على الناس ديل لانهم كلهم متوحدين، لانه الجيش بيوحد، الجيش ما بيعرف قبيل. الان الناس ديل في الخواتيم ما عندهم الا الخطاب بتاع العنصريه، خطاب الكراهيه، ودي الحاجه خلاص ده اخر الناس اللي طلعت الابواق دي وهددوك واحنا في كلام ده اخر الابواق خلاص. دي جاتهم اوردرات انه يقولوا كده. معناته شنو؟ معناته الناس دي قاعدين على الحديد خلاص انتهوا. كملوا بح. دي اخر المرحله بتاعتهم، هذه المرحله. دي المرحله الاخيره. ما عندهم والله انا اقول لك وبالفم المليان. كيك طلع قال شنو؟ قال لك انا لم اغتصب واحنا لم نسرق ولم انت سرقت واغتصبتها. وانت جواد وجبت الجوادين دخلتهم على حرايرك في الجزيره، واللي اغتصبوا منك ناس البطانه، الجوادين المعاك اللي اغتصب. اي حقيقه كيكل. دي انت يا كيكل جيت مسكت اهلك وخليت الغرابه الجايين من تشاد وجايين من النيجر وجايين من مالي، الما بيناتنا علاقة رحم ولا بيناتنا أي حاجة، يغتصب أهلك وناسك وأنت قاعد تمسك فيهم. ده تنكر مالك يا هون ديل التشاد هذاك، مش شوف الحصحيصة كلها من وين؟ كلها من تشاد والنيجر وليبيا ومالي وجنوب السودان. اغتصبوا فيها أهلك وجابوا منو؟ جبتهم أنت. الطريق اللي عارفه منو؟ عارفه أنت. عارفه أنت الطريق. عارفه أنت. ما في زول انت اللي عارفه. دخلته انت ووديته الحتات انت والغوره دي كلها دخلته انت. انت اشتغلت جواد. جاي تقول انا وانا ما علي؟ مالك منو مالك؟ مالك منو مالك؟ يا اخو والله العظيم اوسخ حاجه الانسان يكون جواد. اوسخ حاجه الانسان يكون جواد. لو انت فارس وكاتلت انت براك وجيت ونقول والله فارس. لكن تشتغل جواد؟ تشتغل جواد للمستعمر؟ تشتغل للجواد للناس الغرباء جايين من برا؟ معقولة؟ معقولة؟ الناس ديل انتهوا وتحشوا وما عندهم تاني حاجة، الموضوع انتهى. عشان كده القصة انتهت. أم درمان انتصر الجيش الليلة بحري من الصباح، فتك تقيل جدا، جيش حطاب ماشي ومتقدم. بلتقي المرحلة الجاية واللغية الجاية اسمعوها مني. حيتلاقى جيش المهندسين وجيش كرري مع جيش القيادة العامة، وقريب جدا 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 جدا. أهانا الدكلة. جيش المهندسين وجيش كرري حيتلاقوا قريب جدا 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 مع جيش القيادة. أهانا الدكلة عشان الناس تعرف يعني ما بعيدة. الجاي المهندسين كرري القيادة خلاص. القصة انتهت يا جماعة. اللافتات كبيرة اتعلقت بتاعت الافراح الجاي اتعلقت اللافتات. الان في ناس بيجهزوا لكم في الاحتفالات في الخرطوم وفي مدرمان، في ناس شغالين، في ناس الان بيجهزوا لكم في الاحتفالات
وفي شركات بتاعت كهرباء الان اتبرعت بالصيانه التامه لكل الكهرباء والكيبلات وتركيب جديد في ام درمان، الان حتبدا تشتغل مباشره. والله العظيم جوهره كادوغلي تقريبا، ولا ما متاكد من الاسم، لكن جوهره حاجه كده، شركه بتاعت كهرباء اتبرعت بانها تصين كل الكهرباء في ام درمان كامله وفي الخرطوم كامله. حتبدا طوالي بمعداتها بحاجاتها بكبولاتها باسلاكها، يعني اي حاجه فل الفل. يعني حترجع تلقى شبكتك وكهربتك فل الفل، انا بقول لك حترجع كهربتك شبكتك كل حاجه مويتك امورك طيبه. الناس الان بدات ترتب الافراح كيف؟ بدوا يرفعوا في اللافتات، يعني شوف الزمن عندهم زمن يكتبوا وعندهم زمن يعلقوا وعندهم زمن يعلقوا اللافتات واللافتات المنيره، والحكايه قصه ماشيه. الحرب انتهت والجنجويد الى زوال، والقحاطه اولاد الحرام رسمي وشعبي ما عندهم ثاني علاقه بالسودان، والقوادين والله ما في الان بدوا يرجعوا ويسافروا يسافروا برا خلاص. القصة انتهت، القصة انتهت والله العظيم. ابشروا من نمس بدأت اللافتات الكبيرة، من نمس بدأ يركبوا في الحاجات اللمبات ونيروا في الشوارع عشان الاحتفالات. الخرطوم ده حتكون زهرة، حتكون كده جوهرة، الناس دي كلها حترجع وحتحتفل وحتقيفوا يوم الانتصار وحكاية. القصة انتهت، الكذب واللف والدوران والغرف والإعلام ونحن مسيطرين ونحن ونحن كملت بح، والرجل الآلي بتحكم بح. ما عندكم هنا حاجة، ما عندكم أي حاجة نهاية. في حاجة أخيرة عشان احنا نفتح عين الناس ليها، حاجة أخيرة ومهمة جدا جدا. أنا شايف في كلام بتاع إغاثة وشركات إغاثة وما تعرف منظمات إغاثة دايرة تجيب إغاثة النيل الأزرق، ومالك عقار في الموضوع ده داخل، وفي اقتراح إنه يجيبوها بشنو، إنه هناك تخش بالعربات ما في، يجيبوها بالطيران ويجيبوا بالطيران، وفي اقتراح يقول يجيبوها بجنوب السودان. أنا الموضوع ده مريحني، أنا أي حاجة شكك من النازل أنا ما أنا النازل ما بثق فيهم، أنا قلت الكلام ده وحقول اليوم الدين. النازل ما ثقة، ما ثقة، يعني عادي ممكن يقدروا بيك، عادي لو لقوا البيعة فيها حاجة كويسة بيقدروا بيك، بيقدروا بيك، بيقدروا بيك، بيقدروا بيك. نحن مع توصيل الإغاثة لأهلنا وتوصيل المعونات لأهلنا وأي حاجة، لكن الإغاثة بتجيب في دول بتاع الجوار دول مشبوهة، لأنه بهناك تشاب قلت لك نملة ما بتخش بليبيا، نملة ما بتخش به، كله تأمن بهناك. الآن الناس زي بيفتشوا في طرق بديلة عشان يدخلوا السلاح ويدخلوا العتاد ويدخلوا ويجندوا. أنا شايف تحويل الوجهة بتاعت الإغاثة لجنوب السودان ده فيه خطر كبير جدا جدا على الدولة السودانية. ليه؟ لأنه في تشابك بتاع حدود، والحدود كبيرة جدا، والحدود ما زي الحدود التشارية غير ما هنا، الحدود مهولة وفي كثافة بتاعة أشجار، وفي ممكن تغطية كبيرة جدا جدا أنه يدخلوا بدون ما فوق يتصوروا ولا يشافوا، ودي حقائق، دي حقائق. عشان كده خطوة زي دي لو اتفتحت أنا بقول دي شريان حياة جديد للمتمردين. لو الآن اتفتحت والنيل الازرق داير، والنيل الازرق، النيل الازرق ده مد مازين والرصيرس، بس النيل الازرق ده اللي جوا كرشفيل كميه تصل للجنوب. لو فتحوا طريق بهناك انا اقول لك الشغله حتطول، بهنا انقفلوا بهنا نهائي، وحتى الحاضنه بتاعتكم كملت. اخر حاجه في الجنينه وطلعوا قبل يومين دايرين يسلموا، وعملوا قلت لك المسيره وعملوا كده ودارين يسلموا رسمي وشعبي. بهناك انتهوا خلاص، كملوا حتى الفتشات، كملوا في النيجر، كملوا في افريقيا الوسطى، كملوا. القصه بوين؟ جنوب السودان. المشكله جنوب السودان.
ما تشوف الناس ذيل بيكلموا معاك ونحن اخوان ونحن ونحن. الشعب الجنوبي شعب طيب جدا جدا جدا. هن الشلوكة هن النويرة هن الدينكا. لكن والله نحن الايام علمتنا والفترة الفاتت دي ما بنسق لنا في زول. ولا عندنا صيغة، مهما كنت طيب معانا ما بنسق فيك. ما بنسق فيك، ما بنسق في بني ادم، احنا بنسق في ناسنا جوا. عشان كده مفروض الحكومة السودانية لو عندها خطوة بتاعت إغاثة تشوف لها طريقة مأمونة أنها ترفع بها الإغاثة توديها هي بنفسها. ما تفتح مجال لدخول منظمات عن طريق جنوب السودان. دخول منظمات عن طريق جنوب السودان معناته دخول السلاح. معناته دخول المرتزقة، ودي حقيقة. كلام واضح. أي ثغرة بجنوب السودان لدخول إغاثة معناتها شريان حياة للمتمردين. متمردين الآن بيقول لك النيجر بيقول لها انقفلت، ساعدنا فيها الحوثي الله يدي العافية ما قصر، ساعدنا فيها مساعدة كبيرة. بالنسبة لتشاد ويقول لا انتهت القصة بتاعتها انتهت، عشان تجي غاسبة بهناك إلا تلف حوالين رأس الرجاء صالح، إلا تلف كده وبقت شغلة مملة، بقت شغلة مملة. عشان كده أنا شايف في تحرك بتاع إغاثة ومنظمات ودارين نودي النيل الأزرق الإغاثة والنيل الأزرق والنيل الأزرق والنيل الأزرق. إحنا مع توصيل الإغاثة النيل الأزرق، لكن الإغاثة لازم تكون تحت إشراف الدولة وبفهم بتاع جهاز المخابرات، لأنه جهاز المخابرات الوطني السوداني يا هو ده اللي بيفهم وده العارف وده اللي بيعرف الأبعاد وده اليد داخله جوه وطالعه برا. يعني ما يجيك يقول لك والله المزولين تحت النائب مزول النائب الاول، لا لا، النائب الاول ما مصدر ثقه بالنسبه لنا. لو شال الوطن وشرب الوطن ودردك في الوطن احنا ما بنثق. اثق في كيف يعني؟ الثقه دي كيف اجيبها من وين؟ انا الزول ده ماضي عارفه ما بثق فيه. الزول ده حرق علم دولتي قبل اليوم. الزول ده كان قبل ما الحرب دي تقوم بشهور كان بيتكلم، قال احنا لو مشينا بنمشي الميدان. قال لو مشينا قال لنا نمشي من المنصب بنمشي الميدان، نمشي وين؟ الكلام ده واضح والتهديد ده واضح، انا ما بثق فيه. يا الدولة تكون واضحة وما تجامل وتخط النقاط فوق الحروف. احنا عارفين الدولة في قرارات ما بتتخذها هسه، ما بتتخذها، ولكن بتحرص وما بتخون. عشان كده حرصوا وما تخونوا قبل فوات الاوان. الان الشغل ماشي والبلد ماشي والليمور ماشي، وحتى الناس في الغرى المتواصلوا معانا الليله وامس ناس منطقه والمناطق بتاعت ابقوت كله الناس دي خفوا وفيه الناس خدت وسلموا، وحتى الغرى اللي بيمشوا بها لاهلهم في دارفور قالوا كل دقيقتين ثلاثه جايين ماشيين برجول وراجعين اهلهم، وفي ناس بالعربات وفي ناس ماشيين. الناس ديل انتهوا وصلوا خلاص انهاروا تماما. القصة بتاعت وقت لو الناس ديل ما لقوا شريان انغزون الناس ديل خلاص الاسبوع الجاي قبل ومش قبل الاسبوع الجاي بيرفعوا يدينهم. لو ما لقوا شريان انغزون ولا لقوا وسيلة جابت لهم حاجة ولا ضخوا لهم دماء جديدة بيداتهم الناس ديل انتهوا. الناس ديل كملوا، الناس ديل الان كملوا عديل كيملو. عشان كده الدولة لازم تكون مفتحة، الدولة لازم تكون مفتحة عشان ما نفقد وطننا، عشان ما نفقد بلدنا. الآن انت اشتغلت الشغل الساهل، أنا بشوف المعركة شغل، لكن الصعب المحافظة على الانتصار. انتصرت ساهل جدا، لكن تحافظ على الانتصار ده الصعب. لازم عينك تكون فوق راسك 24 ساعة، لازم تمنع اي تشوين، لازم تمنع اي امداد، لازم الخارجيه بتاعتك تشتغل، لازم الاعلام حقك يشتغل، لازم الميديا مدور 24 ساعه، لازم الشعب شغال 24 ساعه ميديا، لازم 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 كثير. الانتصار هذا انتصرنا وخلاص، لكن نقعد على انتصرنا ونربع بيجوا هجموا عليك. حيتدخلوا ناس حيجوك ثاني. لازم الناس توعى ولازم الناس تقيس. القصة وطن وبإذن الله تعالى منتصرين. وقربت يا جماعة الشبكة يا جماعة بتاع زين قربت، مفروض ترجع قبل يومين، لكن الناس شغالين فيها مهندسين سودانيين، وقربت بإذن الله تعالى.
بإذن الواحد اللي حتقربت ما باقي حاجة، الناس تصبر تستحمل بإذن الله قريب الشبكة بتجي والأمور طيبة وما في أي حاجة وما في مشاكل، والجيش متقدم وواقف وطيران مسيطر وضرب وفي كل مكان، عندنا وسطول بتاع طيران مخيف ومرعب، لا لف لا دوران، عندنا شغل ما في نملة نملة، الليلة من الصباح قطينا حوالينا جغم جد بدون رعفة بدون رحمة، يصرخوا يسكتوا كوركوا يبكوا، ما في رحمة ما ولا رحمة، ما في، دي بلدنا واحنا احرار فيها، طالما جونا من برا اتبلوا بس، طالما جونا من برا اتبلوا اتبلوا اتبلوا، اصله ما عندنا لف ودوره، طالما جونا من برا والله اتبلوا احرار، نعملهم كفته، نعملهم شرموط نخطهم في الحبل، نعملهم هناي نقطعهم نخطهم فخده به هنا ونخط العظام به، احنا طالما جونا دخلوا احنا جيناهم، احنا مشينا لهم في دولهم، اللي حقوق الانسان بنحترمها لو كان الانسان احترم نفسه ونحترم حقوقه، لو احنا مشينا لهم في دول وعملنا فيهم كده ندين نفسنا وندين جيشنا، لكن الناس يجونا واغتصبونا وهددونا واستباحوا اعراضنا واستباحوا شرفنا واستباحوا كل حاجه، اقدم لهم شوكولاته؟ اقدم لهم ماكنتوش؟ اقدم لهم شنو؟ اعمل لهم وليمه عزومه؟ اعمل لهم مندي؟ لازم اعمل لهم كده، لازم اوريهم، لازم اوريهم عشان يخافوا، لازم اوريهم الراس ده عشان يخافوا، ارفع لهم كده عشان يرجفوا، عشان يعرفوا نفسهم ده مصير، لازم يشوفوا عشان يخافوا يتعظوا، دي عظه، دي عظه بالنسبه لهم عشان يتادبوا، احنا لا جيناهم ولا مشينا لهم ولا في زول مشى لي دوله ولا عندنا علاقه بيناتهم ولا شيء ولا عندنا، الناس دي جونا في بيوتنا احتلوها، احتلوا بيوتنا، هانوا امهاتنا، هانوا ابهاتنا، اغتصبوا حرايضنا، سرقوا بيوتنا، املاكنا، مالنا، ما خلوا عندنا حاجه، نقدم نعمل لهم شنو؟ ندقهم بيدين يعني نقبضهم نقول خلاص نودون العداله؟ لا ما في عداله، العداله تتعامل فون اي حاجه. دل باعتبارهم قطاعين طريق. تعرف قطاع الطريق ده بيعملوا ده شنو؟ بيصلبوه. بيصلبوه بيقطعوه من خلاف بهنا وبهنا يقطع من خلاف. احنا ديل تمينا طوالي. الشغل الحاصل ده شغل مقاومه شعبيه. ده شغل المقاومه الشعبيه، ده تعليماتهم كده المقاومه الشعبيه تجيبه كده جاهز توضيب. جاهز عشان يبقوا عصره، واي زول مقاومه شعبيه ده حيكون المنهج. لو قحاط لقيناك مع الناس زي اللي عملوا لك كده ويجيبوك وخطوك كده. ودي الحقائق عشان ما تقعدوا تقلبوا حقوق انسان. حقوق انسان احنا ما طلعنا لدوله احتدينا عليها ولا مشينا لدوله دهمناها في بيوتها ولا دخلنا اغتصبنا حرائرهم، بالعكس هون جونا. عشان كده ديل اي حاجه في الدنيا دي بنعرفها ان تشفينا بنعملها. اي تصرف في الدنيا شفت ربنا خلقه لينا بنلقى فيه دليل بس بسيط كده بيدينا الحق بنعمله. شفت بنعمله، نخش يشفي صدور قوم مؤمنين، نخش بالقصاص، نخش باي حاجه بنخش، ما بنخلي ده حقنا. ما تكوركوا ساي وتجعجع وتوص فيكم وفي منظماتكم الدوليه وفي الاسر جابتكم تكوركوا تسووا انتوا ذاتكم، لو لقيناكم بنعملكم كفته، انتوا ذاتكم يوم من الايام هتتعاملوا كفته لو جيتوا، والله تتعاملوا كفته. بنقول لكم عديل وبيفم المليان، لانه يا وطن يا وطن قرفنا. تعرفوا قرفنا يعني شنو؟ يعني قرفنا، قرفنا رسمي وشعبي منكم. لا كلام بيهدد ولا عالم بيهدد ولا في الدنيا في العالم دوله في العالم ده بتقدر تهددنا، نحن في بلدنا، احنا الشعب. الدوله تجي تحارب الشعب، جيبوا لكم دبابات تعالوا اقتلوا شعب السودان ال 48 مليون وقعدوا احكموا. خلينا من الجيش، الجيش ده ما عنده دعوه بيكم، احنا ليه الشعب السوداني. جيبوا منظمات العالم، جيبوا الامم المتحده، جيبوا لاهاي، جيبوا الجنايات، خلاها تدين الشعب السوداني تقول الله الشعب السوداني ده مجرم، حكمنا عليه وكله بيه كده.
القضية قضية شعبي ما قضية مجموعة عشان تيجوا بعدين تقولوا ده الشعب السوداني اللي بيعمل كده. هو اللي حيعمل فيكم أكعب من ده. شفتوا أكعب من اللي شفتوا يوم داك ده؟ ده هو لا حاجة اللي حنعمله فيكم نتو والله أضعاف اللي بيتعمل فيه ديل. عشان ما تتعبوا تبكوا وما تتعبوا حقوق إنسان، إحنا عارفين إنكم بتعملوا ولا شنو حقوق الإنسان بتقولوها ليه؟ دي قولها ليه شعب شعوب ما بتفهم، إحنا شعبي فاهم. شعبي واعي. شعبي دارس، شعبي شارب. شعبي معلم. معلم كده عديل كملنا التعليم. لو ما معلم كان مشى فينا النموذج العراقي والنموذج الليبي والنموذج اليمني كانوا مشوا فينا. كان ببساطة دمرنا جيشنا ووقفنا معاكم وصدقناكم وديننا جيشنا. لكن لأننا شعبي واعي وشعبي معلم المخطط كسرنا دمرنا فتفتنا كده. عشان كده الناس كلها برا للآن ما قادرة رافع كده لأنه مخطط كبير. مخطط اللي بيقول لك ما فيه أمريكا كذاب، اللي بيقول لك ما فيه أوروبا كذاب، اللي بيقول لك بس مخطط بتاع الدويلة كذاب. والله كذاب، والله فيه أمريكا وفيه أوروبا وفيه الاتحاد الأوروبي وفيه كل الأمم المتحدة فيه. مخطط بفولكر، مخطط كبير جدا 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 جدا. احنا كسرنا كشعب سوداني، ما جيش براه شعب السوداني. الجيش لو براه كانوا زمان يضربوا، وقسما بالله العظيم لو عرفوا انه الشعب كله ضد الجيش كانوا زمان زي القذافي وزي صدام. لكن الشعب السوداني كسر لهم المخطط، دمروا لهم، فتفتوا لهم حته حته، خلى العالم ذاته مبهور، خلوه ذاته ما عارف. جانبي هنا ما نفع، جانبي هنا ما نفع، جانبي العملاء ما نفع، جانبي اولاد العملاء ما نفع، جانبي احفاد العملاء ما نفع، جانبي ما نفع ولا حينفع. لان احنا شعب سوداني وعينا وواعيين وشايفين قدامنا تجارب. كل دوله دمروا جيشها سيطروا عليها، كل دوله دمروا جيشها سيطروا عليها. عشان كده احنا جيشنا كنا راضين انه يتفرتق ولا يتهيكل ولا تجو حاجة، بالعكس ده الجيش اللي احنا بنفتخر به. عشان كده الجيش ده ذاته يزيد ويزيد يحصل ملايين، لانه عندنا مخطط زي ما قال فريق ياسر العطا. المخطط يا جماعة كبير. عشان كده الاطفال حيتدربوا، النساء حيتدربوا، الرجال الكبار حيتدربوا. السلاح ده حيكون في كل بيت، السلاح ده حيكون ليشنو؟ لانه الدولة السودانية دولة مستهدفة. ما لم جيش قوي يكون عندنا ودولة قوية الاستهداف ده ما حيقيف، والدولة القوية بتجي بمصانع الأسلحة، بتجي بالتكنولوجيا. بنجيبها من وين؟ بنجيبها من إيران وبنجيبها من الصين. زي ما ساعدونا قبل اليوم ووقفوا معانا بيساعدونا تاني. أمريكا دي يوم الدين ما تديك تكنولوجيا ولا حتدعمك بأنك تديك تاكل، لكن ما بتعمل لك مصنع. تديك تشرب لكن ما بتعمل لك مصنع عشان تجيك تسوي، ما بتديك. لكن هناك في دول ناصيرة اختلافنا معهم ما كبير، بسيط بسيط. احسن اجيب الود عمي ده باحتباره ود عمي على الغريب اللي هو المجتمع الدولي الفاسد. المجتمع الدولي عبارة عن دولة واحدة، تسمع مجتمع دولي وحقوق انسان ومجلس امن، مجلس امن دولة واحدة، مجتمع دولي دولة واحدة، تقول نعم نعم، تقول لا لا. احنا مجتمع دولي، احنا اقوى من المجتمع الدولي. ودي الحقائق الناس تفهم، ما تقول لي والله مجتمع دولي ومجلس الامن. والله العظيم واحد امريكا، امريكا قالت نعم نعم، قالت لا لا. لو كنت مستهدف، لو كنت ضعيف، لا ده غزة عشان يوقفوا منا الحرب ساي بدون ما قالوا لا. هذه قدام عينك مثال حي. هدنة هدنة انسانية، الاطفال بيموتوا عمر يوم، بيموت، بيشيلوا مربعات كاملة سكنية، غنابل بتحفر 66,000 متر، الدنيا غيام، ما في زول ولا حقوق إنسان ولا حقوق منظمات ولا 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 جنايات ولا. تاني في زول بيجي يكلمنا عن الأخلاق؟ تاني في زول بيجي يحدثنا عن الإنسانية؟ في زول بيجي يغشنا بحقوق الإنسان؟ في زول بيجي يخشنا بالإبادة الجماعية؟ احنا شفنا الإبادات الجماعية في اليوم مجازر، في اليوم 13 مجزرة و14 مجزرة و15 مجزرة،
وين الانسان؟ وين حقوقه؟ وين مجلس الامن؟ وين لاهاي؟ وين الجنايات؟ وين ما في. كل دولة حرة واحنا احرار في بلدنا، واي زول بيجي بندوسه وبنعجنه بنشوف نطلعه كفتة كده، مش نقط كده. دي دولتنا احنا، لا مشينا دولة، لا نحن دولة مستعمرة ولا دولة مستعمر لنا دولة تانية، لا هذه الدولة المستعمرة بتديت في الناس المستعمرات، ودي دولتنا. يجونا ناس استعمرونا وما نبيدون، والله نبيدون ونبيد أبهاتكم القحاطة ونطلع أهلكم من المغابر، أجدادكم الفاء نبيدون لكم نحرقكم. احنا لا مشينا استعمرنا ولا مشينا، احنا جايين استعمرونا، استعمرونا. ما بالك هذيك الدولة المستعمرة بتعمل كده وكعب. احنا بالنسبة لها ولا بنعمل في حاجة، احنا بالنسبة لها والله ما بنعمل في حاجة. ديك عشان بيشيل مربعات كاملة كده، بتشوت كده 30-40، بتشوت كده 100، عمارة كاملة بيفية ولا فيها اطفال ما فيها، بيموتوا بطلعون قدام المجتمع الدولي والناس بتصور وبعاين. قصة مجتمع دولي يا محامين الطوارئ يا رمم يا خنايد يا قوادين ما في، يا قحاطة يا رمم ما في. واحنا المجتمع الدولي واحنا القانون واحنا العدالة، وحكمنا عليكم بالإعدام. تتبلوا بس نفصلكم نقطعكم الطريقة اللي احنا بنختارها كيف ننتهي منكم، لأنكم انتوا افتريتوا وقليتوا أدبكم، انتوا دمرتوا بلدنا، انتوا استحليتوا الحرام، انتوا احتلال البلود البيوت ده غننتوه، قلت لهم هاي طالما الطيران اقعدوا في البيوت، شرعنتوا لهم بيوتنا. بنخليكم؟ والله ما نخليكم، اصلا ما بنخليكم. الله يديكم الصحه والعافيه وباذن الله تعالى منتصرين، شاء من شاء وابى من ابى، وبكيفنا. بكيفنا دي شفت بس تخدها كده وتقعد بكيفنا. واحنا يا جماعه الرساله، الناس تبعد من العنصريه، اي صفحه بتاعت عنصريه ما تحضروها. لو قعدت حضرتها بالشاهد بتساعد في نشرها، لو قعدت شفتها بتساعد في نشر العنصريه. اي عنصريه خلاها تموت قبلها. نحن شعبي ما عنصري، 520 قبيله اتربينا مع بعض، الحي بتلقى فيه معظم القبائل، المدينه بتلقى فيها كل القبائل، مدارسنا مع بعض، ما بنعرف الا يا دوب الفتره اللي عرفنا فيها القبيله، الا الفتره اللي فاتت اللي عرفنا فيها قبيلتي وقبيلتك، قبيلتك وقبيلتي وقبيلتي وقبيلتك وقبيلتي وقبيلتك وقبيلتك، ما بنعرفها. والله في ناس ما بنعرفهم يا تو قبيله ولا بنعرف لهم، بنعرف وطني، انت سوداني انت سوداني. معانا ما بنعرف، بيوتنا فاتحه لكل الناس. ما تسمع الكلام بتاع العنصريه، في ناس ما عندها الان الحلل بتاعه واحد، انه الدوله تجوط، والدوله ما بتجوط طالما فيها شعب واعي زيكم. الهدف اللي بيخلي الكلام ده كله يتمسح ويرجعوا من الصفر انه الدوله تجوط، وانه الدوله تتخرب، والدوله لا بتجوط ولا بتتخرب طالما فيها شعوب واعيه. الدوله اللي بتجوط دي شعبها ما واعي ولا متعلم ولا مثقف ولا عنده علاقه، لكن طالما في شعب مثقف وشعب واعي ما في جوطه ولا في عنصريه. الناس ما تتابع الصفحات دي، اي صفحه تلاقيك فيها عنصريه اضغط بلغ عنها وابعد منها، بلغ عنها وابعد منها، بلغ عنها وابعد منها، عشان السودان، عشان وطنك. وباذن الله تعالى منتصرين. الله يديكم الصحه والعافيه، السلام عليكم.